العالم كله كيتبدل بخطوات بسيطة للأحسن. أكسا بالها عليك وديروا بالكم حتى نتوما. الصمتة ديال الأمان في الطوموبيل حاجة ضرورية ومفروضة في العالم كامل، وكاين اللي كيبغي يديرها وما كيعرفش. لا سينتور دو سيكوريتي هي أول حاجة كنديروها قبل ما نديماريو الطوموبيل، من جهة الصدر ومن جهة لو باسان، باش تثبت نفس السياج. علاش كتهضر لنا على هذا الموضوع؟ قول لنا ديروا الصمتة وبلا فلسفة. لا، أنا كندوي على هذا الموضوع حيت كاين اللي ديما مزروب وكيركب الصمتة غير للسياج وكيبقى يدوزها كل مرة غير على صدره وكينسى لابارتي المهمة اللي هي لتحت. عرفتوا علاش مهمة؟ حيت الصمتة إلا دارت بشكل صحيح في حالة حادثة الله يحفظ كتحمينا أننا ما نتلاحوش لقدام، وهذا الشيء مهم بالنسبة للناس اللي راكبين لقدام وحتى للور. الصمتة راه كتنقص خطر الموت، وما تقولش لي راك غادي غير بشوية. هانية الصمتة إلا خليتيها تخليك. العالم كله كيتبدل بخطوات بسيطة للأحسن. أكسا بالها عليك وديروا بالكم حتى نتوما.